السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة. يعني تخيل كده إنك أنت بتغوص في الأعماق، وطبعا إحنا عارفين كلنا المناظر الخلابة اللي بنقابلها في الأعماق، وتخيل إنك تشوف سمكة يعني مبهجة الشكل، ليها طبعا ألوان متداخلة، والسمكة جذابة. وتخيل مع كل الجاذبية اللي في السمكة دي وألوانها المبهجة، إلى أنها بتحمل في ضياتها سم قاتل. يعني إيه تحمل في ضياتها سم قاتل؟ أو يعني إيه سمكة شكلها جميل وجذابة، وأي حد ممكن يبص لها، يعني إيه ممكن عاوز يلمسها، عاوز يقرب منها، لكن هي سمكة سامة. يا ترى إيه هي السمكة اللي إحنا بنتكلم عنها؟ السمكة ليها كذا اسم، من ضمن الأسماء اللي هي سمكة الأسد، بيطلق عليها أيضا سمكة الديك، وبيطلق عليها سمكة التنين. طبعا الأسماء دي نظرا للشكل المبهج بتاعها، الألوان المتداخلة، الألوان الزاهية، والتصميم الفريد ليها، لأن طبعا بيخليها محط الأنظار، والناس اللي بتحب البحار بتحب تتفرج عليها أو بتحب تشاهدها وهي طبعا تحت المية. لكن طبعا سمكة الديك هي من الأسماك السامة اللي بتحتوي على أشواك، يعني طبعا لو ركزنا فيها هنلقى فيها حوالي 18 شوكة. ال18 شوكة دول بيكون في منهم حوالي 13 شوكة في الزعنفة الظهرية، وثلاثة في الزعنفة الحوضية، وشوكتين من الزعنفة الشرجية. وطبعا الأشواك دي بتحتوي على غدد سمية بتكون أسفلها. وطبعا حد هيسأل يقول لك طب وايه يعني ايه لازمة الأشواك السامة دي؟ طبعا هي وسيلة مهمة للدفاع ضد المفترسات، ووفقا طبعا لدراسة نشرتها جورنال اللي هو فينومز انيمال اند توكسين انكلود تروبيكال ديزيز، طبعا ان السم الموجود في الاشواك دي او ده بيكون مزيج من البروتينات والانزيمات اللي بتسبب طبعا الم والتهابات. وبعد طبعا عملية اللسعة دي لازم بيتاخد مصل، وإلا ممكن تؤدي لحالات من الوفاة لا قدر الله. والسمكة دي حد يقول لك طب حجمها كبير ضخمة؟ لا، هي بتتراوح من 30 ل 38 سنتي، ويعني ممكن تصل من 47 سنتي في بعض الأحيان. طيب إيه هو الموطن بتاعها أو بتوجد فين؟ كلنا إحنا هنا في مصر، حد يقول لي طب هي موجودة في مصر؟ أقول له موجودة في البحر الأحمر، لأن هي أصلا الموطن الأساسي أو الرئيسي ليها المحيط الهندي، وطبعا البحر الأحمر متفرع أو ممتد من البحر المحيط الهندي، والمتصل لغاية جنوب أفريقيا، وموجودة طبعا في أندونيسيا. وهي ولكن في الفترة الأخيرة تم التبليغ عن وجودها في البحر المتوسط، وبالقرب من قبرص ومالطا، ووصولا لبحر الشمال حتى أزمير من بحر إيجا، ووصلت للأسماك البحر المتوسط طبعا عن طريق الهجرة، الدليسيبس بيسموها دليسيبسيان ميجريشن، اللي هو طبعا عن طريق اللي هو قناة السويس.
طبعا حفر قناة السويس أدى لهجرة الكثير من الأسماك الموجودة في المحيط الهندي عن طريق البحر والبحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وكثير من الأسماك انتشرت انتشار كبير في البحر المتوسط، وفي طبعا البعض يعني ما تحملش الظروف المناخية للبحر المتوسط لأنه طبعا هو جاي من بيئة مختلفة، وفي البعض لقي المفترسات أو الكائنات اللي بيتغذى عليها وانتشر انتشار كبير في البحر المتوسط. فبالتالي سمكة الأسد أو الديك دي بتكون منتشرة زي ما قلنا في البحر الأحمر لأنها تعد من الأسماك الشعاب، لأن طبعا يعني هي بتكون أفضل ليها أنها تكون موجودة في المناطق الشعاب المرجانية، وغير أنها هي بتتغذى. طب هي بتتغذى على إيه؟ بتتغذى على الأسماك الأخرى، وبتتغذى على القشريات، وبتتغذى على بعض الإيه الرخويات. طيب هل سمكة اللاين فيش في أسماك بتفترسها أو بتتغذى عليها؟ طبعا المعظم هيقول لك لا، يعني سمكة سامة وليها أشواك، هل في أنواع من الأسماك ممكن تتغذى عليها؟ طبعا في بعض الأنواع من الأسماك بتتغذى عليها زي أسماك الهامور وأنواع من أسماك القرش اللي بتكون موجودة في المناطق الشعاب المرجانية، أيضا بتقوم بافتراس سمكة الإيه الأسد وبتتغذى عليها. ومنذ أوائل التسعينات تم توثيق انتشار سمكة الأسد في المحيط الأطلسي، يعني هي انتشرت من البحر المتوسط وانتشرت أيضا للمحيط الأطلسي وخاصة في البحر الكاريبي وخليج المكسيك والساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة. في آخر تقارير للنويا National Ocean and Atmospheric Administration طبعا نشر ان سمكة اللاين فيش استهلكت حوالي 65% في بعض المناطق، كما ظهرت أبحاث أنها بتتكيف بشكل ممتاز. ليه؟ لأن السمكة طبعا الظروف البيئية ليها مع اختلافها، ولكن هي بتتكيف بسرعة، بتجد طبعا الفرائس، وممكن كمان يكون المفترسات اللي بتتغذى عليها مش موجودة، فبالتالي بتنتشر بسرعة كبيرة. أدى انتشارها ده إلى استهلاك أسماك كتير تصل زي ما قلنا ل 65% من الأسماك دي. تعتبر طبعا الأسماك اللاين فيش من المخلوقات طبعا الليلية اللي هي بتنتشر في الليل، وفي أثناء النهار طبعا بتكون موجودة في الجحور بحيث ان هي طبعا بتستخبى في النهار وبتظهر بالليل بحيث انها تتغذى على الفرائس بتاعتها، وطبعا وتقوم بالتغذية على سمكة الأسد. قلنا ان هي من الأسماك اللي بتتغذى عليها، قلنا الهامور وبعض الأنواع من القروش، وسمكة الأسد هي مفترس بتعتمد على الاستراتيجية بتاعت الكمائن. يعني ايه؟ يعني ان هي بتبتدي تعمل كمائن للأسماك الصغيرة، او بتعمل بحيث انها بتستخدم طبعا الألوان والزعانف بتاعتها، وبتبقى موجودة في الجحور بحيث ان اول ما أسماك بتعدي او كده بتنقض عليها او انواع من القشريات، لان طبعا الحركة البطيئة بتاعتها وبتهيأ انها زي الصخرة او موجودة بحيث ان الاسماك بتعدي فيها بتنقض على الاسماك. سمكة اللاين فيش من الاسماك الغازية اللي هي يعني من اخطر الاسماك الغازية،
يعني ايه؟ يعني هي سمكة في الموطن بتاعها مفيش مشكلة، لان في طبعا الكائنات اللي بتتغذى عليها ففي توازن بيئي، لكن انتقالها من المكان او الموطن الاصلي ليها لمكان اخر بنسميها انفيسيف سبيشيز او الان سبيشيز، ودي بتكون اللي هي مكان غريب، فهي بتتكيف في هذا المكان. ووصل ان هو طبقا للدراسات الاخيرة في الانفيرمنتال بيولوجي اوف فيشز قال لك ان هي ممكن بتصل ل 2% او بتتغذى على 2% من وزن جسمها يوميا طبعا، وده بيأثر في البيئة بحيث انه بيزيد طبعا من استهلاك الاسماك، بالذات الاسماك طبعا الصغيرة، ودي بيحس انه بيتغذى هنا في الاسماك. يعني في دراسة بتقول انه في الاسماك الشعاب المرجانية بتتراوح من نسبة من 70-90% خلال اسابيع قليلة، يعني ممكن يتغذى على 70-90% في فترة صغيرة او خلال اسابيع صغيرة من الاسماك الشعاب المرجانية. فطبعا واسماك الاسد قادرة على ان هي بتتكاثر بشكل كبير، طيب حيث انها بتضع حوالي 30,000 بيضة في المرة الواحدة، ويمكن طبعا العملية دي بتحدث عملية تبويض حوالي كل 4 ايام، يعني مثلا ممكن الانثى تنتج حوالي 2 مليون بيضة. طب واحد يقول لك يعني 2 مليون بيضة ده ممكن، يعني احنا لو تخيلنا الرقم ده وكل انثى بتضع 2 مليون بيضة، ده كل ممكن المفروض كل المحيطات كده بيجي فيها لاين فيش. لا، ما هو السمكة بتكون بتضع البيض فين؟ في التيارات المائية، يعني البيض معرض ليه؟ لان هو ممكن اسماك كتير تتغذى عليه، اسماك فبالتالي في كتير منه بيفقد، في طبعا كتير بيروح في التيارات المائية وبينتقل لاماكن مختلفة، وبالتالي بيروح طبعا ممكن لبيئات مختلفة وينتشر فيها، عشان كده بنقول ان هو ايه سريع الانتشار. السمكة طبعا زي ما قلنا ان هي تعتبر من اخطر الانواع الغازية في العالم، وانتشارها زي ما قلنا سريع، وهي بتتكيف بسرعة، وبتؤدي زي ما قلنا لانخفاض الاعداد الاسماك المحلية طبعا في المكان اللي بتروح ليه، ممكن تؤدي لانخفاضها بنسبة كبيرة تصل ل90%. طبعا عند الإصابة باللدغة أو لما حد يصاب بالسمكة، طيب إيه اللي يحصل؟ اللي هو المفروض اللي بيحصل إن أنا ممكن أروح لأقرب مستشفى أو أخد مضادات للهستامين أو بياخد المصل الخاص بالسم بتاع السمكة دي، او ان هو طبقا للدراسات قالك ممكن ان انا احط المنطقة المصابة في مية سخنة، يعني تتجاوزش حوالي 45 درجة مئوية من 30-90 دقيقة. طبعا البروتينات المية دي بتؤدي او درجة الحرارة بتؤدي لتكسير البروتينات السامة وتقليل الألم، ده طبعا كان حسب دراسة في Journal of Emergency Medicine، ودي يعني الدراسة قالت ان ممكن المية السخنة بتؤدي لتفكيك البروتين وتقليل الألم. طبعا قلنا ان الأسماك اللون منتشرة وفي كتير طبعا بيبتدي يقتنيها في أحواض وفي الموجودة في العديد من الأكواريوم على مستوى العالم. وفي نهاية حلقتنا نتمنى ان احنا نكون افدناكم، وان نكون طبعا عملنا ولو معلومة بسيطة عن سمكة اللاين فيش، وفي انتظار اسئلتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.